معايا دائما. كنجيركم الشكر. واللي بغيت نزيدو هو الاخت فاطمه راه عطات نبدا على الثقافه. اللي بغيت نهضر عليه هو ان الثقافه فعلا عرفت واحد الركود ديال العلاج. الثقافه ما بقاتش باينه واحد ان سيغتان طون. دونك حنا باش نرنوها باش نديرو ما على الجماعه الا باش تبذل واحد المجهود والدعم ماديا ومعنويا باش توصل ثقافه. لان ما يمكنش نهضروا على المعمار ونهضروا على هذه وما كنهضروش على الثقافه نهائيا. لان نورمالمون كاينه شركات كاينه هذا خصهم يدعمونا ويدعموا الثقافه. لان ما يمكنش هذا الميدان ينسلخ على وجهد مدينه العرايش لانه هو اللي كيبان. انا ملي كنخرج كتجربه على برا كنشوف ان الثقافه كيعطيوها اكثر ما كياكلوا اكثر من البناء لانهم يبنيو. لكن الثقافه كيدعموها بزاف. باش ما نطولش عليكم تبارك الله عليكم كلكم على الحضور ديالكم على الكاريزما ديالكم. الوقت والاخ كيجيونا من مدينه تطوان وكنطلب الله سبحانه وتعالى يجازيهم على عناء السفر ديالهم ولنا لقاء اخر مره اخرى. العمل في الفرقه هو كتتويج للعمل الثقافي الفني بمدينه العرائش. فالعمل الثقافي هو قاطره التنميه وحنا فرحانين بهذا العمل الفني ماشي العمل الثقافي وانما حتى الفني. حنا كقسم ثقافي ندعم الفعل الثقافي وندعم الفعل الفني. وجماعه العرائش بقسمها الثقافي والاجتماعي والرياضي وبحضور اللجنه التنميه البشريه والشؤون الاجتماعيه السيده جبار النجيه حنا يدنا في يدكم ان شاء الله ونزيدوا بهذه الفرقه الى الامام. وشكرا لكم كل واحد النقطه هي مقاربه النوع هو ان العمل غادي يعزز المراه في نفس الوقت الرجل. المراه سواء من العرائشيه خصوصا او المغربيه لالا منانا في نفس الوقت الرجال. يعني المقاربه جميله في العمل هنا ما تقصى حتى حاجه. وفقط واحد الاشاره غير من الاستاذ المخرج قال انا ما غادي نعمل لكم شي سحر. لا غاتعمل سحر لا عرفتي علاش انا كتهضر وانا كنشوف عصا سحريه. لا اكيد كنشوف اننا في حفل او عرس مغربي حنا هما العروسه. انت لا ديك المشطه اللي غادي تجي من لو غتخرج من حد داري. دونك هذه هي الصوره. لا اطر ديال المجلس البلدي والمنتخبون والرؤساء. السيده ما كنعرفهاش مرحبا بها حتى هي مرحبا السيده ما كنعرفهاش اول مره حصلنا الشرف. السيد التكنيسيان ديالنا الكبير الفنان ديالنا الكبير اللي اليوم حصلنا الشرف خدمنا معاه والاستوديو تا هو شرفنا بزاف. المخرج تبارك الله عليك مرحبا مع كبير هذا ديالنا الكرام كلشي مرحبا نيابة عن الخطر ديالنا وطبيعة اللقاء. كنشكركم على هذا التجمع وعلى هذه الألفة. أنا آخر واحد يمكن التحقت في الدراري ديال اللقاء وكنظن آخر واحد يمكن غنمشي في حاله ولا غنمشي هما آخر واحد غنمشي. أنا أكثر واحد يمكن متشبت كاع ما عجبني الجمعية هذه التجربة هذه الكبيرة. كنا بعاد على الموسيقى ونهار اللي دخلنا للموسيقى لقينا هاد الناس هادو اللي جرونا عندهم احترمونا علمونا ما هو فني ما هو ثقافي ما هو إنساني اجتماعي كيفاش نعيشوا مع الجروب كيفاش نقبلوا الأخطاء ديال الناس الآخرين نحاولوا حنا نصلحوا معاهم شي حاجة يصلحوا لهم الأغلاط ديالنا. وشكرا على كل حاجه والله يوفقنا في هذا العمل. يعني شجعتني بزاف وفي الحلقه اللي هو في الاستوديو عمري ما حصل الشرف انني نكون في الاستوديو نسمع صوتي وغير سمع صوتي ويعجبني الحال بزاف. الله تبارك الله عليك الاخ وانا كنتمنى هذا اللي قال الاستاذ اليامسي هذه التجربه اذا بقات راه يمكن تكبر. نقولوا كيف فرقه انا مدينه صغيره بالرغم من الفكره الاقتصاديه والاجتماعيه اللي كتعيشها انها تخلق عمل ثقافي وفني. كنظن هذا هو ذاك النجاح بحد ذاته. راه ماشي الجانب الموسيقي ولكن بحد ذاته هو ذاك التدبير كيفاش نقدروا نخرجوا من هذا المازق الاجتماعي اللي كنعيشوا اقتصادي وانت كطرح عمل فني فيه. نتمنى تكون زوينه غادي يكون
وربما مستقبلا ان شاء الله نكون اكثر من العددات من هنا، لان باقي ناقصين بزاف ديال الالات، باقي الفيرول ناقصين، باقي كونترباس، باقي بزاف الالات. وكنتمنى ان شاء الله مع المده تكبر المجموعه ويكون عندها ان شاء الله شي صدى عالمي. وشكرا لك. واللي غادي نستعلي عاوتاني عاود نتهلاو في السي ايمان، لان السي ايمان راه رجل يعني مقتدر وعنده ما يقول في الحق. ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في جميع المسارات ديالكم. وي، نتمنى لك صراحة خدمة نقية. أول مرة نشوف هكا يعني عمل كلاسيكي وفي نفس الوقت عنده ذاك الرشة ديال ما هو يعني التراث وكذا. الشيء اللي كاين صراحة لي الشرف نلعب أول مرة مع الأساتذة اللي قراوني وكنت نتسامح. انا بالنسبه لي انا ماشي زعما انا عن درس السحر، ولكن خصكم تفهموا واحد المساله، بان العمل او نقدر نسميه الفيديو كليب او الفيلم الموسيقي القصير اللي يكون ثلاث بارتي هو راه ينبثق من المعزوفات ديالكم نتوما، من الاحساس ديال الموسيقيين ديالكم نتوما. ماشي انا اللي اخر حصه حضرتها خديت الخلاصه العامه ديال يعني هادي شي شهر واقيلا، شرح حنا كنكتبوا كنوجدوا اون باراليل عندنا خدمه واحده اخرى. بغيت نتكلم واحد الحاجه، اصعب حاجه في الخدمه هي تخدم شي حاجه انت تكون فيها مسؤوليه، ماشي سير كوموند. سير كوموند هو جاي يكتب لي واحد النص بحال هذا عن جينا عن الخدمه واجد، اما شي حاجه حنا غنخدموها حنا كيب ديالنا غتخدم على ذاك البروجي كتكون فيها مسؤوليه اكبر، لان الطرف الاخر كيكون كيتسنى يتشوق لمشاهدة شيء جميل كيعبر عن الشيء اللي قدمه في الموسيقى. فبالنسبة لي أنا دابا نتوما اللي سجلتو، حنا نديرو واحد ثلاثة الإخوان اللي يكونوا مهتمين بالموضوع اللي نخدمو عليه، وحنا نعطيوهم هذيك الساعة شنو حنا وجدنا ويدخلوا مع الإخوان. حنا العمل ما كنعتبروش برودكسيون زعما اللي حنا هذا عمل ديالنا كاملين حتى حنايا المدينه، وانا دائما كنكون فرحان ملي كنرجع نخدم في المدينه ديالي، زعما هذا بصراحه. عتعاونوا كاملين وعندنا جميع المساعدات. سي امين جانا من تطوان تقني متخصص مجال، الحمد لله عملنا هذا العمل ديال المرحله الاولى كملناها، دابا غندوزو للمرحله الثانيه اللي هي غندوزو هذيك اللي داك المشعل اللي عندك انت هو اللي غتشوف تصور السيناريو كيفاش كنا قدمناه، واش يمكن شي اضافات ونزيدوا بعض الاشياء اللي تقدر تقدم فيه باش نعدلوا الحله اللي غتقدم لبلادنا، الحله اللي غتقدم للناس اللي هما على برا، لان مشبعين داك الناس باغي يشوفوا بلادهم، باغي يشوفوا مدينتهم، باغي يشوفوا الثقافه ديالتهم، لانهم ما كاينينش حاضرين معنا، وحنا خصنا ننوه على الافكار ديالتهم، داك الوحشه ديالتهم في بلادتهم، في مدينتهم العرايش، حنا خصنا نقدمها لهم بطريقه غير مباشره، لان قلنا العمل ماشي فني فقط، وعمل فني موسيقي محض، ولكن عنده واحد الخلفيه ثقافيه. خصنا الموروث الثقافي يكون عندنا فيه حاضر، وهذا طبيعي الحال خص الابداع ديالك. حنا بدعنا على قد الامكانيات في المجال الموسيقي، دابا بقى الابداع ديالك ما غنعطيوها لك وغندوزو لك هذا الشيء ان شاء الله عليك. هذا الاسلوب التجاري النهائيه غتكون في المستوى ديالكم، غتكون هذا المشارك ان شاء الله بينا كاملين ان شاء الله. هنيئا لك، كنهنئك انت اضافه للمدينه. العام الجاي ان شاء الله انا غنتطوع ان مرحبا بكم بشكل مجاني نهديكم هذا العام. موسيقى غربيه، موسيقى كلاسيكيه، من بعد غيرنا الاتجاه ديالنا بينا باننا نشتغلوا على ثقافه الغير، وحنا بغينا نخدموا على ثقافه ديالنا، ثقافه الموروث الثقافي ديالنا اللي كان هو غني، وبدينا العمليه الاولانيه ولكن خصنا نطعموها بعض الاخوات والاخوان الموسيقيه. وهذا باش كنا استدعينا الاستاذ رشودي والاستاذ ياوتي وبعض الفاعلين ديالنا اللي هما كيشتغلوا معنا في الفرقه، وعرضنا الكتاب الموسيقي الجديد وعملنا واحد الاشتغال وجات عندنا بصمه خاصه بالاغاني اللي كنقدموهم دابا حاليا، يعني اللي تسمعونا ما غيكون في تسمع شي بلاصه اخرى، يعني يمكن التراث تبعنا تعاود واحد من النظره ديال الفرقه اللي كنحاولوا كيفاش نشوفها، ولكن بالنظره ديالنا الفنيه والتعبير ديالنا حنا اللي كنا حققنا. لماذا ما كانش عندنا مشروع ثقافي نقدموه للمجتمع؟ لان ما نخليوش البصمه ديالنا، انا فقط كنخدمو
رجال النساء ديال التعليم فقط كانوا الشغالات ديالنا محدوده بين المعهد الموسيقي، ولكن ديما نوسعوا من الضوء الموسيقي ويكون عندها تعبير موسع على جميع المستويات لا المحلي ولا الوطني ولا الدولي. وكانت الفكره بطبيعه الحال بما تبعت الصوره هذه، وكان عندي المشكل المعيق الوحيد هو الامكانيات الماليه، لان اي عمل يتطلب امكانيات. مع ذلك اخذتني المساطر والمراحل وعملنا لعبنا تقدر نحققوا بان نقدروا نغطيو واحد النسبه بسيطه من هذا المشروع هذا، والحمد لله نجحنا فيه. شنو اللي قدرنا نجحوا فيه في الحقيقه؟ هو عندنا تضامن ديالنا مع بعضنا، المحبه لبعضيتنا الخالصه، الثقه اللي كنقدموها لبعضيتنا، هو اللي خلانا نكونوا ديما واصلين لنهايه هذه المرحله بسيطه، لان باقي مراحل اخرى كيتسناونا جوج المراحل. المرحله الاولى اللي هي هو النتيجه ديال الصوت، والحمد لله توفقنا، وكانوا عندنا مساعده الاخوات والاخوان اللي جاو عندنا، سي حمزه منصور والمنصرشي، الخدمه ديالو اللي قدم لنا في الاستوديو، نتمنى ان شاء الله التوفيق ديالته. هذه المناسبه كنشكرها بالسميه ديالنا وبالسميه ديال الفرقه الموسيقيه. سي امين كذلك الموسيقي ديالنا الكبير والفنان المتميز، حنا عاودنا خمسه طوال حتى انا اربعه عناق ديال التصرف ديال التنقل، ولكن في قوة الصباح بكري قبل الوقت ديالته باش نقدروا نجيبوا هكاك هو مواكب معنا الحاجات. وبطبيعة الحال حنا كنعلنا في اعتقاد كامل بأن العمل إن شاء الله غيطلع بالمواصفات اللي بغيناها. وما نساوش كذلك اللي دعمنا أكثر من نهار بداية الفرقة الموسيقية إلى يومنا هذا، هو السيدة المديرة على التضامن ديالها والتضحية. ثاني اللي شاركوا معنا في الحقيقه في البرنامج من غير الموسيقيه والموسيقيه الاساتذه الكرام، ان الاساتذه الاخواني جاونا في الغناء الصوتي السيده الفاضله تاهيل شاركت معنا. والاشياء الاخرى كاينين ناس اللي غادي معنا غادي فرصه تعرف لان كنظن الاشياء الايجابيه في العمل، واخا انا نتعرف على اغنيه جديده على فعاليه جديده، هذا من عمل ثقافي ما كاينش نجاح حتى ما كانش عندنا تضافر ديال الجهود، راه واحد ما يمكنش يقدر يوصل للعمل، ولكن تضافر الجهود الحمد لله حنا خرجنا. حنا الهدف كامل في نهايه المطاف هو تحديد بصمه ديالنا الثقافيه. حنا من تطوان من طنجه من العرايش باي جهه باي ثقافه، المطاف حنا العريضه كنساهموا في التاريخ، واليوم كتبنا التاريخ بيدنا بان احنا ساهمنا وكنا فاعلين، وكان في هذا المعهد هذا الموسيقي العرايش ماشي في شي مدينه اخرى، الحمد لله بفضل ربي وبفضل الاساتذه اللي كانوا السيده المديره وصلنا نحققوا الامورات هذه. شكرا لكم، وباقي عندنا للحديث باقيه، وباقي غنكملوا مراحل ثانيه، باقي كنا احنا عاد الاولى، عاد من الخطوه الاولانيه باقي الخطوه الثانيه والثالثه، ونتمنوا مزيد من التاثر كل شيء للجميع، الموسيقيين والاساتذه والقوه الاداريه والقوه التربويه.